أستاذ ماهر زعبي، مدير عام المصرف التجاري تكليفا، أهلا وسهلا بكم أستاذ ماهر. أهلا وسهلا. طبعا أستاذ ماهر، يعني جهود المصرف التجاري فيما يتعلق بقروض الطاقات المتجددة مهمة جدا، ممكن تحكي لنا هيك موجز قصير عن توجهات الإدارة العامة حاليا لتطوير فكرة هذه التسهيلات الخاصة بالطاقات المتجددة؟ الله يعطيكم العافية. طبعا المصرف التجاري السوري مساهم أساسي بعملية منح القروض للمواطنين الراغبين بالحصول على الطاقة المتجددة. طبعا نحن منحنا الفترة السابقة يمكن المصرف الأول اللي منح غير قروض، منحنا حوالي 8000 قرض للأخوة المواطنين بكافة فروع المحافظات بقيمة إجمالية حوالي 220 مليار. هلا الفترة كأنه في مشكلة بالصوت، أنا ما عم بسمعك. نحن عم نسمعك أستاذ ماهر، عم نسمعك مزبوط. نحن معك على الخط، تفضل. كافة فروع المصرف التجاري السوري تمنح القرض الطاقة للأخوة المواطنين. والفترة القادمة تم توزيع، إعادة توزيع. نحن فات إجت فترة ممكن اعطيك رقم الارضي تحكي لانه ما عم بسمع شيء نهائيا. هلا نحن عم نسمعك، عم يوصل صوتك. أنا ما عم بحسن عم يتشنيش لابني. في صوت زملاء بالكنترول، يا ريت اذا بنعالج الموضوع وبنرجع بنتصل مع الاستاذ ماهر، انه بناخذ الرقم الارضي وبنرجع بنتصل معه اذا بتريدوا. شكرا جزيلا. استاذ عبد، فيما يتعلق بالقرض الشخصي، يعني كان السؤال وارد انه هو بيوصل لل 50 مليون، وبالنسبه للمتقاعدين شو وضعه؟ احنا بالنسبه للقرض الشخصي مختلف عنه، اذا قصدك القرض ذوي الدخل المحدود وقسم الدخل المحدود هذا موضوع اخر. بالنسبه للتسليف الانتاجي بيعطي كافه التسهيلات لكافه القطاعات الصناعيه المهنيه التجاريه الخدميه. اذا متقاعد 75، اذا متقاعد ما في مشكله بنهايه القرض، عمره بنهايه بسن ال 75، يعني ما في مشكلة. متقاعد عمره 60، متقاعد او 60 بياخذ 15 حسب نوع، ممكن ياخذ القرض ذوي الدخل المحدود ممكن حسب نوع القرض. يعني اذا هو بالنسبه للطاقات المتجدده عمره 65 سنه بيصير قرضه لمده 10 سنين. لا، اذا سميناه قرض شخصي، يعني ما نقول للطاقات القرض القرض ممكن ياخذ منه هذا المتقاعد قرض دخل محدود للمتقاعدين ايضا لنهايه سن ال 75 ممكن. ما في اي اشكاليه. لا، بس انا بختلف عنه. نحن مفهوم قرض الشخصي نحن يتبع على مفهوم الفعاليه بحد ذاتها. يعني إن كانت مهنية صناعية خدمية، الأطباء الصيادلين مشافي دور الأشعة، كل هاي الفعاليات بتحصل على التسهيلات الائتمانية الموجودة في مصرف التسليف. طيب، عودة للأستاذ ماهر زعبي، مدير عام المصرف التجاري تكليفا، أهلا وسهلا بكم من جديد أستاذ ماهر. أهلا وسهلا. طبعا كنت حضرتك عم تحكي عن جهود المصرف التجاري فيما يتعلق بقروض الطاقات المتجددة، تفضل تابع. طبعا المصرف التجاري السوري مثل ما حكيت سابقا يتم منح القرض عبر كافه الفروع التي لديها اقسام على اقسام تسليف، واللي هي تقريبا غالبيه الفروع الموجوده والعامله لدى المصرف. تم توقيع اتفاقيه الاطاريه مع مؤسسه دعم الطاقات المتجدده. يمكن المصرف التجاري السوري اول مؤسسه ماليه وقعت الاتفاقيه معها وعملت ضمنها الاتفاقيه. هلا اجت فتره نحن السابقه وقفنا فترة مؤقتة لبين ما رجعنا، حاولنا ننجز المتراكم لأنه في ضغط كبير صار على التجاري السوري. مثل ما قلت لحضرتك حوالي 8000 قرض تم إنجازهم بالفترة السابقة، بالإضافة للموجود عندنا حوالي 5000 قرض يتم معالجتهم حاليا. هلا رجعنا نحن باستقبال الطلبات تباعا بالتسلسل، يعني أي فرع بينجز المتراكم عنده المصرف يقوم بقبول الطلبات المرسلة إليه من مؤسسة الطاقة. طبعا يعني قريبا حتعود القروض للمصرف. لا، رجعت رجعت جزء من فروعنا رجعت. تمام، كل فرع انجز المتراكم عنده. جميل. صدر التعليمات من مديرية التسليف بانه يرجع يستأنف عملية الاقتراض. جميل جدا هذا الكلام. طبعا مثل ما بتعرف حضرتك نحن يمكن اعلى سقف بيتم منحه حوالي 40 مليون لكل مقترض على مدى 15 سنة، ما في من الفوائد
تقسيط ل 15 سنه تقسيطه على 15 سنه اذا كان سكني بالطبع. نعم. اذا كان مشاريع طبعا بتختلف القصه اذا كان لل 190 او لل 200 لل 240 لكن احيانا الصندوق بيحددها ب 190 بيحددها مؤسسه الطاقات المتجدده هي اللي بتحدد المبلغ اللي بياخذه الشخص. طبعا المنح بيتم بالتجاري السوري اما بضمانات شخصيه لحدود ال 25 مليون لحدود ال 25 مليون او بضمانات عقاريه بيتم وضع اشاره رهن على العقارات. طيب استاذ ماهر، يعني بعد الزيادات الاخيره للرواتب يعني صار في يعني ضمانات ممكن تتوفر بالرواتب اكثر مما سبق، يعني ما ممكن انه يكون لحد ال 35 هي بضمانة رواتب الموظفين؟ ممكن اذا الرواتب بتغطي. نحن تقريبا كنا عم نقول النسبه هي تناسبا مع الرواتب، اذا الرواتب بتكفي عم نقبلها طبعا. ممكن تقبل ولا فوق ال 35 كمان؟ لا لل 35 لل 35 ممكن تقبل بضمانة رواتب فقط. طيب ال 35 هلا بجوز بهالايام هي مع التضخم زيادة اسعار البطاريات، التضخم الحاصل بكل دول العالم ممكن تصير ما عاد تكفي لتركيب منظومة الطاقة الشمسية مع البطاريات. هل سيدرس يعني المصرف التجاري زيادة سقف القرض السكني فوق ال 35 او فوق ال 40 مثلا؟ المنح يتم من قبل قرار تحديد قيمة القرض بيتم من قبل صندوق دعم الطاقات. تمام، نحن حنسأل صندوق دعم الطاقات، لكن فيما يتعلق بالمصرف التجاري هل يوجد مشكلة إذا كان المبلغ أكبر بالنسبة للسكني؟ ممكن تدرسوا هيك أمر؟ ممكن يتم دراسة الموضوع أكيد. نحن ما كان السقف سابقا تتذكر أقل من هيك، تم دراسته نتيجة ارتفاع الأسعار بعض المواد اللي بتدخل بيتم يعني بيقوم القرض بتغطيتها، وبناء عليه تم رفعه لل 40 مليون. وممكن هلا كمان اذا مؤسسه دعم الطاقات بتبين للمصرف انه هذا المبلغ ما بقى يكفي للقرض السكني فيما يخص الطاقه، ممكن يتم اعاده نظر فيه ورفع المبلغ بما يتناسب مع زياده الاسعار. تماما. طبعا استاذ ماهر، يعني وردتنا الكثير من الرسائل بعد ما اعلنا عن البرنامج انه هي الطلبات عم تتمحور ببندين فيما يتعلق بالمصرف التجاري، زياده سقف القرض فيما يتعلق بالسكني هذا واحد، وزيادة العمر بالنسبة للمتقاعدين، يعني هو بالمصرف التجاري لحدود ال 65، بمصرف التسليف لل 75، يعني كمان عم يتأمل الأهالي إذا كان ممكن زيادة السن بالنسبة للمتقاعدين لل 75 يكون السقف ويكون المبلغ أكبر من هيك. فهي طلبات من الأهالي حبينا نوصلكم إياها، إذا في إمكانية لدراستها والعمل عليها لاحقا وفق الإمكانية. أكيد دراسة الطلبات فيما يخص رفع سقف القرض بالتنسيق مع صندوق دعم الطاقات ورفع كفاءة الطاقة، ورح يتم دراسة أنه نزيد العمر للأخوة الراغبين بالحصول على القرض. هلا نحن ال 65 هو بما يتوافق مع أنظمة عمليات المصرف. تمام. ممكن إعادة دراستها ونشوف إذا في إمكانية لرفع السن المقترض لل 70 أو لل 75. يعني على الأقل مثل مصرف التسليف، مصرف التسليف لل 75. سيتم، برجع بقول لك سيتم دراسة الموضوع لأنه نعم. الموضوع يعني أكيد بده دراسة، نحن عم نوصل يعني رسائل الناس وطلبات الناس أكيد. وإذا كان في إمكانية أيضا المبلغ بالنسبة للقرض السكني يكون أكثر من 35 لأنه في ارتفاع للأسعار، هو تضخم عالمي بشكل عام. صحيح. فإن شاء الله بإذن الله بيتم دراسة الموضوعين فيما يخص رفع السن لأكثر من 65 وفيما يخص رفع المبلغ، هذا قلت لك بده يتم بالتنسيق مع صندوق دعم الطاقات. أكيد. نحن كثير بنشكرك الأستاذ ماهر الزعبي مدير عام المصرف التجاري تكليفا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا.